توالي الزلازل والهزات الأرضية الارتدادية في الأونة الأخيرة أوجبت التأهب لهذه الحالات وطرح دراستها بأساليب علمية وأكاديمية. هذا ما عمدت إليه جامعة دهوك للعلوم التطبيقية بتنظيمها ورشة عمل بمشاركة متخصصين من كلية الهندسة التقنية وهندسة الطرق والجسور لدراسة طبيعة إقليم كردستان الجيولوجية ومدى مقاومة أبنيتها للزلازل. لأول مرة يتم التطرق لموضوع الزلزال في جامعتنا للتأهب لها. كما هو المعلوم زادت النشاطات الزلزالية في الأونة الأخيرة، فواجب علينا توضيح أسباب الزلزال والبحث عن طرق وأساليب رفع قوة البنى التحتية من حيث الزلزال ومقاومتها وطرق الحماية من تأثيراتها. اليوم الوركشوب هو بداية، هو حلقة من مجموعة حلقات ومجموعة من الإجراءات راح تتخذها إن شاء الله جامعة دهوك التقنية وكلية الهندسة التقنية من أجل التوعية أول شيء في هذا الموضوع، اثنين من أجل أنه نتخذ إجراءات حقيقية فنية ملموسة على الأرض من أجل تطوير البنى التحتية أنه من أجل تكون مقاومة للزلازل. أيضا راح نحظ يعني باحثين على أنه يدخلون في هذا الجانب، يكون كمية البحث العلمي في جانب الزلازل يكون بشكل أكبر، يكون قريب وملامس للواقع للمنطقة اللي موجودة من أجل إن شاء الله الحصول على نتائج تكون تفيد المنطقة وإن شاء الله تحسن. إضافة للإجراءات الاحترازية والتوصيات التي طرحت من قبل الخبراء لزيادة مقاومة البنى التحتية من الزلازل، تضمن جانبا آخر من الورشة كيفية التعامل مع الكوارث من قبل الفرق المتخصصة للتقليل من الخسائر التي من المتوقع أن تحدث في حال وقوع الكارثة. قامت فرقنا بعمل جيد في تركيا أثناء المشاركة في عمليات الإنقاذ جراء الزلزال، وزادت إمكانياتنا من الناحية العملية للتعامل مع الزلزال، ونحن جاهزون لتقديم هذه الخبرة لباقي المؤسسات والأفراد للخروج بأقل الخسائر الممكنة، لأن أغلب ضحايا الزلزال في تركيا هم الذين حاولوا الخروج من منازلهم لحظة وقوع الزلزال. تشير دراسات وكشوفات اللجان التي تشكلت في دهوك بعد الزلزال السادس من شباط الجاري الذي ضرب تركيا وسوريا إن البنى التحتية في المحافظة لها القدرة على المقاومة حتى 5.5 درجات على مقياس ريختر، وتوصي برفعها إلى درجات أعلى من هذا الحد. لقناة زاجروز الفضائية بواردخس دهوك.